بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع لا شك موضوع مهم، فبحثه والكلام فيه يحتاج إلى عناية من المتكلم ومن المستمع ومن المسلمين عموما، وذلك لأن حق الوالدين عظيم، وقد جعله الله بعد حقه مباشرة، لأن هذا الإنسان تجب عليه حقوق، تجب عليه حقوق كثيرة يجب عليه أداؤها، ولا ينظر إلى حقوق الإنسان دون نظر إلى الحقوق التي على الإنسان، فهو إنسان له حقوق وعليه حقوق، فلا بد أن يؤدي الحقوق التي عليه أولاً، ثم يطالب بحقوقه الشرعية، ويجب الاهتمام بالحقوق التي على الإنسان أولاً. أما الاهتمام بحقوق الإنسان دون الاهتمام بالحقوق التي عليه فهذا تقريبا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، لأن الحقوق كلها مذكورة في الكتاب، حقوق التي على الإنسان والحقوق التي للإنسان، فيجب العناية بالجميع. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة 10 حقوق على هذا الإنسان. أولها حق الله جل وعلا بعبادته وعدم الإشراك به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، حتى ولو عبد الله وهو يشرك عبادته باطلة، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، ترك عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. الحق الثاني الإحسان إلى الوالدين، وهو البر بالوالدين. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، هذا حقهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، فهذا شيء مضطرد في القرآن، أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فحق الله هو الذي خلق الإنسان من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق الوالدين لأنهما تعبا في تربية هذا الولد وتنشئته، ولهذا قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم
فأنبئكم بما كنتم تعملون. حملته أمه وهنا أي ضعفا على ضعف لما تلاقيه في أثناء الحمل من المشقة ومن الضعف، فإن هذا الحمل على حساب صحة الأم وعلى حساب قوة الأم، فلذلك تنهك الحامل وتتعب لأنها تغذي مولوداً في بطنها، تغذي جنيناً في بطنها وتحمله، فتتعرض لمشاق وهناً على وهن، ثم لا يقف الحد عند هذا على الحمل. الولادة صعبة وخطر عظيم على صحة الأم، إنسان يخرج من إنسان، ما هو سهل هذا، تعرض الأم عند الولادة لخطر عظيم، فإما أن تلده بدون عملية تدخل طبي، وهذا فيه صعوبة بلا شك وحالة خطر يفضي إلى الموت، وإما أن يحتاج إلى التوليد القيصري والمسمونه القيصري، وذلك أيضاً أصعب لأنها سيشق بطنها ويجري لها من أثناء العملية ما يعرضها للخطر والتعب، هذا خطر شديد. أولاً حمله في البطن مشقة وتعب، وثانياً خروجه من البطن للولادة تعرض للخطر الشديد، بل تعرض للموت، ثم لا يقتصر الأمر على هذا، إصاله في عامين بعد ولادته يحتاج إلى رضاعة، وهذه الرضاعة من ثدي الأم ومن غذائها، فهو يشاركها في غذائها، ففي ذلك مشقة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ترضعه من غذائها ومن قوتها، يشاركها في حياتها وفي طعامها وشرابها وفي صحتها، ثم لا يقتصر الأمر على هذا، بل يحتاج إلى تنظيف وإلى مزاولة شيء مستكره من ما يخرج منه من البول والغائط، هذا كله على الأم، كله على الأم، تنويمه وإيقاظه ومراعاته في منامه، لأنه لا يملك شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يدري ولا يحس ولا يعرف الخطر ولا يعرف شيء، فلا بد أن أمه تراقبه، تكون حوله نائما ومستيقظا، فهي تراقبه وتراعيه، هذا في أثناء الرضاع. ثم بعد مدة الرضاع والفطام يحتاج أيضا إلى رعاية وتربية ومتابعة حتى يبلغ سن الرشد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. هذا من ناحية الأم وما تقاسيه من هذه المتاعب مع هذا المولود حتى يبلغ الرشد ويعقل ويستقل بنفسه، كل هذا تتابعه الأم لأنها هي التي تبقى معه في البيت، ولذلك عمل الأم في البيت، عمل الأم في البيت، هذا هو الفطرة السليمة، وهذا هو المنهج الإلهي، أن عملها في البيت، وهو عمل ليس بالسهل، عمل شاق.
هذا ما تقاسيه الأم وما تتحمله الأم، وهي مع ذلك متحملة وراضية ومحبة لذلك ومتعطفة معه، لا تتكره ولا تتبرم. أضف إلى ذلك أن هذا المولود لو أصابه مرض فإن الألم الذي يصيب أمه أكثر مما يصيب المولود، فهي تتألم له وتسهر عليه وتتابع حالته، تسهر عليه ولو نام، تخاف من المزعجات، تخاف من، فهي تراقبه. فمهمة هذه الأم عظيمة جدا. وافرض أنها ولدت 10 مواليد أو أكثر، كل واحد يحتاج إلى هذه العناية وهذه الكلفة، إذن ماذا تقاسيه الأم مع أولادها؟ لا يتصور هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى في عونها، ولا يضيع لها، لا يضيع لها عمل. وكذلك الوالد لا يتصور هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى في عونها، ولا يضيع لها، لا يضيع لها عمل. وكذلك الوالد لا شك أنه يخاف على ولده ويشفق عليه ويوفر له ما يريحه، فهو يحضر له ما يحتاج إليه، ولو بالاستدانة إذا لم يكن عنده مال يستدين ويحضر لهذا المولود أو لهؤلاء الأولاد ما يكفيهم ويقوم بحاجتهم. من أين له هذا؟ يتعب ويكد ويكسب ويتعرض للأخطار والأسفار ليحصل لأولاده القوت والنفقة ليستريحوا. الوالد عليه مسؤولية عظيمة ومتحمل لمسؤولية ومشقة عظيمة، ولكن الوالدة أعظم تعباً من الوالد. ولذلك أكد الله ورسوله برها أكثر من الوالد، ولهذا قال وصينا الإنسان بوالديه، ثم قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا إشارة إلى ما تلاقيه الأم. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ الرابعة قال أبوك. فجعل صلى الله عليه وسلم للأم 3 مرات أنها أحق بالبر وأحق بالإحسان، وجعل للوالد 1 واحدة من 4، لأن الوالدة تقاسي أكثر من الوالد من التعب. كلاهما يتعب لكن الوالد أكثر تعبا. فأوجب الله على الولد أن يقابل هذا الإحسان من الوالدين إليه، أن يقابله بالإحسان إليهما ببرهما، الإحسان إليهما وببرهما. ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك، اشكر الله على نعمته، لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى، المنعم المطلق هو الله جل وعلا. ولوالديك لأن لهما أيضا إحسان عليك عظيم بعد إحسان الله سبحانه وتعالى، اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمر الله وقضى الله. أمر يعني وصى، قضى يعني وصى، أمر ووصى، هذا معنى قضى سبحانه في هذه الآية. فالقضاء يطلق على عدة معاني، منها القدر وهذا ليس مرادا هنا، ومنها الوصية والأمر وهو المراد هنا. قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، مطلقة في حق الوالدين، ولكن في حالة الكبر من الوالدين يتأكد الإحسان إليهما، لأنهما في حالة قوتهما لهما حق ولكن حاجتهما أقل، لأنهما يكتسبان وهم أقوياء ويقومان بمصالحهما ما دام فيهما قوة، لكن إذا ذهبت القوة وجاء الكبر احتاج إلى البر أكثر والإحسان أكثر، لأنهما يضعفان عن تحصيل حوائجهما ومصالحهما. فهنا يتأكد على الولد أن يقوم بما يحتاجان إليه وأن يبر بهما أكثر، وإلا فالبر بهما واجب من حين أن الإنسان يكلف يبلغ سن التكليف، يجب عليه البر بوالده ولو كان شابين أو قويين فلهما البر والإحسان، لكن إذا صار إلى حالة الضعف فهما أحوج إلى البر. ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أي الشيخوخة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الأب أو الأم أو كلاهما يكبران ويضعفان، فعليك أن ترد لهما الجميل وتتذكر قيامهما عليك حينما خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئاً ولا تدفع عن نفسك ولا تجلب لها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً، تذكر هما الآن صار في حالة مثل حالتكم أو قريبة منها، احتاجان إلى من يقوم عليهما ويراعيهما ويوفر لهما حوائجهما ويخدمهما ويقوم ببرهما. ولذلك نص الله على هذه الحالة وهي حالة كبر الوالدين أو أحدهما، لأنه إذا كبر يحتاج أكثر فيكون البر به أكثر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من وجودهما أو وجود أحدهما الكبير عندك، بل تحمل هذا بالصبر والاحتساب وطيب النفس. لا تقل لهما أف أي لا تضجر من القيام بحقهما، لأن هذا عبادة وأنت مأجور ولك الثواب في هذا، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولا تبدي لهما أي تضجر، بل أبدي لهما الفرح والبشاشة والسرور وأدخل عليهما الانبساط. لا تقل لهما أف، إذا كان قول أف تأفف والتضجر لا يجوز، فكيف بالأذى اللي أكثر من التأفف؟ كيف بالأذى الذي يكون من الولد أكثر من التأفف؟ من باب أولى الضرب أو الكلام الجارح أو المن عليهما، هذا أعظم من التأفف، لكنه نص على التأفف لينبه به على ما هو أعظم منه، على ما هو أعظم منه. لا تقل لهما أف،
ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا ترفع صوتك عليهم، بل كلمهما بلطف وبخفض صوت، تأدب معهما، لأن رفع الصوت يدل على غضبك عليهما، فتأدب مع والديك. ولا تنهرهما، لا تزجرهما وترفع صوتك عليهما، لأن هذا نوع من العقوق. ولا يكفي هذا، بل قابل ذلك بالدعاء أيضا، يعني أضف إلى هذا الدعاء لهم، أقول رب ارحمهما، ادعو لهما بالرحمة. ولماذا نص على الرحمة؟ لأنهما رحماك وأنت صغير، فأنت تدعو الله أن يرحمهما في مقابل ما رحماك وأنت صغير، وقل رب ارحمهما كما ربياني، كما ربياني صغيرا، ربياك صغيرا احن عليهما حينما يكبران، لأن حالتهما في حال الكبر تشبه حالتك في حال الصغر، والشيء بالشيء يذكر، كما ربياني صغيرا. في الآية الأخرى والذي قال لوالديه أف لكما، توعده الله بالنار، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أن أبعث، وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فهما يدعوانه إلى الله ويأمرانه بالإيمان، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، كلامكم ذا خرافة، كلامكم ذا، وتقولون هناك بعث ويذكرانه بالبعث وأن الله سيجازيه على عقوقه بهما، يقول هذا خرافة أساطير الأولين، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، والعياذ بالله. هذا وعيده والعياذ بالله، الخسرة، كما خسرت الأمم الكافرة، فهو كفر بالله وكفر أيضا بحق الوالدين، فكان مع الأمم الكافرة والعياذ بالله، هذا الصنف الذي عق والديه. والبر، يعني عرفنا أنه يجب البر، فما هو البر؟ البر يكون بالإنفاق عليهم وتوفير حوائجهما، ويكون أيضا بلين الكلام معهما والأدب معهما، ويكون بالمجالستهما وتأنيسهما وإجابة طلباتهما. فالبر يتنوع، كل ما هو إحسان إلى الوالدين فهو بر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، غاية الأدب وغاية الخضوع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالبر أنواع، ومنه طيب الكلام معهما، هذا من البر، السلام عليهما، تطيب خواطرهما وإدخال السرور عليهما. فكيف بالذي يتكبر الآن على والديه ولا يرى لهما حقا، ويذهب مع أصدقائه ومع الناس ولا يلتفت إلى والديه ولو كان محتاجان إليه، ويزعم أنه يدعو إلى الله وأنه يطلب العلم، وأنه يضيع حق الوالدين، ويروح يزعم أنه في جهاد وفي طلب علم. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم
جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. أرجعه من الغزو الجهاد في سبيل الله إلى البر بوالديه والقيام بحاجتهما، وهذا أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله. إذا كان الجهاد في سبيل الله يترتب عليه تضييع حق الوالدين وهما بحاجة إليه، فإنه ترك الحق الذي عليه والفرض الذي عليه وذهب إلى سنة، أن الجهاد في سبيل الله سنة عند الاستطاعة، وهو ضيع فرضاً وذهب يريد سنة، فماذا يحصل؟ ما لا يحصل إلا على الخسارة. لقد جاء أن رجلاً أيضاً جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن والديه لم يأذنا له بذلك، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، لأن والديه لم يأذنا له، بل قال إني خرجت وهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يجي واحد الآن يقول لا الجهاد، والوالدين لولا جهلة ولا لهم حق يمنعون، ويذهب ويترك والديه، هذا ليس جهادا، هذا ضياعا والعياذ بالله. لا بد من إذن الوالدين الجهاد، حتى لطلب العلم، ما يسافر الإنسان لطلب العلم ووالداه يحتاجان إليه وإلى بقائه عندهما حتى يوفر لهما ما يقوم مقام غيابه إذا غاب، وأيضاً لابد من إذنهما، يوفر لهما ما يحتاجان إليه ويقيم لهما من يخدمهما، ثم إن أذنا له جاهد، وإن لم يأذنا له يبقى عندهما، هذا أفضل من الجهاد. هذا مما يدل على عظم حق الوالدين. حتى ولو كان الوالدان كافرين، الكافر لا تجوز محبته، ولو كان من الوالدين أو الأقارب، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لكن مع هذا أنت لا تحبهما، ولكن مع هذا لا يسقط حق البر لهما ولو كان كافرين، تبر بهما ولو كان كافرين. قال تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. الدين تتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطعهما في ترك طاعة الرسول، لكن لا يسقط هذا حق البر عليك لهما، فتحسن إليهما ولو كان كافرين، وتبر بهما ولو كان كافرين. فكيف بالوالد المسلم وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. جاءت امرأة كافرة وبنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها،
زوج الزبير بن العوام وأخت عائشة رضي الله عنها، جاءت أمها وهي كافرة تريد منها أن تعطيها شيئا من المال وأن تساعدها بشيء من المال، فأسمع رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي أتت وهي راغبة، يعني تريد العطاء، راغبة يعني في العطاء، وهي راغبة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأمر بصلة أمها الكافرة. وهذا مثل قوله تعالى: وصاحبهما بالدنيا معروفة. فهذا مما يدل على آكدية حق الوالدين والبر بهما حتى ولو كانا كافرين، لأن الوالد الكافر له عليك أيضا نعمة، رباك وحنى عليك وعطف عليك وتابع حالتك حتى استغنيت بنفسك، فله حق المكافأة. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا في المسلمين تدعو لهما بالرحمة. أما الكافر، الوالد الكافر، فتحسن إليه لكن لا تدعو له بالرحمة، بل تدعوه إلى الإسلام والدخول في الإسلام. والبر بالوالدين يكون في حال حياتهما كما سبق، ويكون بعد موتهما، لا ينقطع البر بالوالدين بموتهما، بل يبقى لهما حق عليك وهما ميتان. ولهذا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والديه أنهما ماتا، فهل بقي من برهما شيء؟ قال نعم، تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهما مع الدعاء لنفسك. هذا الدعاء معنى الصلاة، معناها الدعاء هنا. فإذا دعوت لنفسك تدعو لوالديك: رب اغفر لي ولوالدي. تصلي عليهما مع صلاتك وتنفذ وصيتهما، إذا أوصيا بوصية على الوجه المشروع فإنك تنفذها ولا تتركها تضيع، ليصل الأجر إليهما. تصلي لهما مع صلاتك وتنفذ عهدهما بعد موتهما، وتصل الرحم المتعلقة بهما، أقاربك من جهة الأب أو من جهة الأم تصلها، ويكون هذا من البر بالوالد الذي هو الرابطة بينك وبينهم. يكون هذا من البر، تصل أرحامك الذين يجمعك بينك وبينهم الوالد أو الوالدة، هذا من البر بالوالدين. وكذلك أيضا تبر بصديقهما، صديق الوالد أو الوالدة تبر بهما، لأن هذا مما يجب عليك، أن تصل الصديق للوالد أو الوالدة في حياتهما، لأن هذا يسرهما، ولأن الوالدين يحبان هذا الشخص، فأنت تحبه لمحبة الوالدين، فهذا من البر بهما بعد موتهما. أما العقوق، العقوق هو قطع البر عن الوالدين، المعصية الوالدين، قطع الإنفاق، قطع الصلة، عدم الاستئذان منهما إلى غير ذلك، هذا هو العقوق، ضد البر بالوالدين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لما جاء في الحديث الصحيح: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث. العقوق هو قطع البر عن الوالدين، المعصية الوالدين،
قطع الإنفاق، قطع الصلة، عدم الاستئذان منهما إلى غير ذلك. هذا هو العقوق، ضد البر، ضد البر بالوالدين، ضد البر بالوالدين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لما جاء في الحديث الصحيح: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث. فكما أن حقهما بعد حق الله، كذلك معصيتهما تكون بعد معصية الله في الإثم والعقوبة والعياذ بالله. عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، تلي الشرك بالله عز وجل. قد لا يعق الإنسان والديه مباشرة، ولكن يتسبب في عقوقهما. كيف؟ قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: هل يلعن الرجل أباه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويلعن أمه فيلعنه. هذا عقوق غير مباشر، ولكن له حكم المباشرة، فيتجنب الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين. آثار البر وآثار العقوق: نعم، من بر بوالديه حصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى، ومن عق والديه حصل على غضب الله. ولهذا في الحديث: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. فمن بر حاز على رضا الله، ومن عق والديه حاز على سخط الله عز وجل. كذلك من بر والديه فإن الله جل وعلا يصلح أولاده ويجعلهما بررة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن عق والديه سلط الله عليه أولاده، فعقوه كما عق والديه، كما عق والديه. بر الوالدين يسبب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فبر الوالدين يسبب دخول الجنة، وعقوق الوالدين يسبب دخول النار. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنف من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة، فمات فدخل النار، مات فدخل النار. في الحديث الآخر أن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من عق والديه، من عق والديه، وهذا عقوبة له. فبر الوالدين وإرضاء الوالدين والعقوق ترتب عليهما آثار في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان صلة الرحم تسبب الفسحة في الأجل وتسبب بسط الرزق، فبر الوالدين من باب أولى، لأنهم أقرب الأقارب. فبر الوالدين يسبب لك أن الله يفسح في أجلك ويمدد في أجلك، والعقوق يسبب قصر العمر وضيق الرزق، كما أن البر يسبب الفسحة في الأجل وانبساط الرزق. والجزاء من جنس العمل: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما بالك بالذي ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة، في أن الوالد إذا كبر يرمى في دور الإحسان ورعاية المسنين كما يسمونها، تخلص منهما الولد ويضعهما في أو أحدهما في رعاية المسنين، ولا كأنه من أولادهما، كأنهما والدان لهؤلاء الذين هم في دور الرعاية، رعاية المسنين. يا سبحان الله،
هذا حيوان ولا إنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو أعظم العقوق، وهذا لا يفعله من في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. ما شعورك لو أن ولدك عمل بك هذا العمل؟ عندما تكبر وتمرض يأخذك ويضعك في دور الرعاية ورعاية المسنين، ماذا يكون شعورك وغضبك عليه؟ وماذا يكون الإثم الذي يتحمله هو؟ لماذا أنت تطالب بحقك وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك؟ فليتق الله كل مسلم، لأنه فشى العقوق في هذا الزمان، وقست القلوب، وتباعدت الأقارب، وسرت علينا عادات الغرب والكفار الذين ليس لهم أسر ولا بيوت إلا بيوت كبيوت الحيوانات، يأتون إليها ويعيشون فيها وحدهم أو مع الكلاب، وأما أنه يعيش مع أبويه، مع أولاده، مع إخوانه، لا، هذا ما هو موجود في غالب بلاد الكفر. الآن بعض المسلمين يريد أن يقلدهم مع الأسف، فيريد أن يرمي بوالديه أو أحدهما في دور الرعاية، رعاية المسنين، ويتخلص منهما، وإن كان فيه نوع من الحساسية يأتي يوم العيد يسلم عليهم، يعايدهم فقط، أو يمرهم بعد أيام يسلم عليهم، ويعتبر هذا أنه هو الحق الذي عليه. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يتقي الله، ويعلم أن ما عمله سيعمل به، وأنه سيجازى بعمله، وأن لا يقدم على بر الوالدين شيئا غير طاعة الله سبحانه وتعالى. إن كان يريد الأجر ويريد الثواب لا يقدم شيئا من الأعمال على بر الوالدين إلا حق الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أولاد المسلمين وذراري المسلمين، وأن يعيد المسلمين إلى إسلامهم على الوجه المطلوب، وأن يكونوا أسراً متحابين متكاتفين وبيوتاً صالحة، وأن يعيدهم من التشبه بالكفار والمنافقين والذين ضاعت أسرهم وتفككت أرحامهم وصاروا كالبهائم أو ضلوا سبيلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ على هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا به، وأن يرزقنا وإياكم العمل بهذه التوجيهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عزيز بن ساعد. معنا فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، تفضل. أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: والدتي تغضب كثيرا إذا أنفقت على زوجتي بشيء ظاهر كهدايا الذهب وأمثاله، وينشأ عندي في البيت مشاكل بسبب ذلك، وزوجتي تطالب بهذا، وأنا في حيرة من الأمر، كيف أوفق في مثل هذا الأمر؟ أحسن الله إليك. نعم، عليك بإرضاء الوالدة، عليك بإرضاء الوالدة واستئذانها في هذا الشيء، ولو أدى الأمر إلى أنك تأتي لها بشيء يطيب خاطرها، تأتي لها بهدية، تأتي لها بشيء يطيب خاطرها، إن هذا سيذهب إن شاء الله ما عندها. لكن ربما أنك لا تستشيرها ولا تستأذنها ولا تعطيها شيئا يطيب خاطرها، فهذا هو الذي أغضبها عليك. نعم. أو ربما أن امرأتك تسيء إليها وهي تريد الانتقام منها، فأنت أيضا تلاحظ امرأتك لتتأدب مع والدتك. نعم.
يقول السائل: ما هو القدر الواجب علي في صلتي لوالدي، علما أنني كثير العمل والسفر، هل يكفي زيارتهما أسبوعيا، وهل يكون ذلك من البر المحمود أحسن الله إليكم؟ تبر بوالديك بحسب ما تستطيع وحسب مقدرتك، تقول الله ما استطعت، فأنت تبر بهما على حسب استطاعتك وعلى حسب مقدرتك، ولا يكلفك الله ما لا تطيق. وأيضا ربما أنك لو تستسمح منهما، تطلب منهما المسامحة عن غيابك وعن تأخرك، وتشرح لهما أحوالك وأعذارك، فإنهما أرحم منك وسيعذرانك. فالأمر مبني على المفاهمة، الأمر مبني على المفاهمة والإقناع بينك وبينهم. وربما تكون كلمة طيبة تؤثر عليهما أكثر مما لا تعطيهما كثيرا من المال، كلمة واحدة طيبة تكون آثارها أكثر من آثار عطية المال. نعم. يقول السائل: أنا شاب أدرس في الكلية وأبي يمنعني من حضور الدروس العلمية، فهل يجوز لي أن أوري عليه وأقول أنني ذاهب للمحاضرة النظامية وأنا أذهب إلى الدرس العلمي، أم أن هذا يكون من العقوق أحسن الله إليه؟ كما سبق، عليك بالمفاهمة مع والدك وإقناعه بأن هذا الدرس فيه فائدة وفيه خير، هو ما يدري وش هالدرس، أنت ما شرحت له وبينت له ما هو هذا الدرس وما هي الفائدة منه، فما أظنه إذا علم أن هذا الدرس فيه فائدة وفيه خير أنه سيمنعك منه، لكن هو ما يدري وأنت ما بينت له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهدي لوالدتي هدايا خاصة أقتطعها من مصروفي رغبة في برها والإحسان إليها، ثم تقوم والدتي بإعطاء هذه الهدايا إلى أبناء أولادها وبناتها، وهذا يضايقني جدا، وأفكر في قطع هذه الهدايا لأنني أظن أن أجرها يذهب لأنها لا تكون لوالدتي، فبماذا تنصحونني أحسن الله إليه؟ استمر في إعطائك لوالدتك والإهداء إليها، وهي تتصرف، هي إذا أعطيتها الهدية تتصرف فيها ولا تحجر عليها، لا تحجر عليها وتتضايق من أنها تعطيه لفلان أو فلان، أنت ما أعطيتها إياه إلا لترضيها بذلك، ومن رضاها أنك تترك لها التصرف في ذلك. نعم. معالي الشيخ، يقول السائل: والدي مدخن ويرسلني لشراء الدخان له، هل يجوز لي أن أشتري له هذا الدخان أو أمتنع عن ذلك أحسن الله إليه؟ لا يجوز لك أن تطيعه في هذا، هذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، هذا ما هو بشرك، لكن هو يدخل يعني في مضمون، يدخل في مضمون الآية، لأنه معصية، المعصية الشرك أعظم المعاصي، وهذا نوع من المعصية، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، فلا تطع الوالد في المعصية كشراء الدخان وغيره من المعاصي، لكن عليك بمناصحته وبيان مضار الدخان لعله أن يتركه عن اقتناع، وإذا أمرك بشرائه قل: لا، هذه معصية وأنا ما أرضى أني أشارك في المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، يقول السائل: إنني أقوم بإيقاظ إخواني الصغار لصلاة الفجر، ووالدي يعترض علي كثيرا علما بأن أعمارهم فوق العاشرة، هل يجوز لي أن أسكت عن هذا الموضوع، وبماذا تنصحونني أحسن الله إليه؟ استمر في إيقاظهما فوق العاشرة، هل يستحق الضرب، ابن العاشرة يجب ضربه عند تخلفه عن الصلاة، اضربوهم عليها لعشر، فلا تتركهما، والوالد
عاصي في هذا الأمر، في كونه ينهى عن إيقاظهم، هو العاصي في هذا، وهو متعاون معهم على الإثم والعدوان، لا يجوز له هذا. كان الواجب عليه التعاون معك على إيقاظهم، لأن هذا واجب عليه هو. هذا خطاب للوالدين، واضربوه، خطاب للوالدين. فأنت إذا قمت بهذا فأنت محسن ومتعاون معه في إبراء ذمته، الواجب أنه يفرح ويساعدك لا أن يمنعك من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول أنها تجتمع مع بعض أخواتها في حلقة ذكر، وبعد ذلك تقوم هي بالدعاء والباقي يؤمن على دعائها، تقول هل هذا الأمر جائز أحسن الله إليكم في مثل هذا الموطن مع تكراره في كل جلسة ذكر؟ لا بأس بذلك، ختام المجالس بالدعاء هذا شيء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة. وأوصى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فإن إن كان هذا المجلس مجلس طيب يكون هذا ختاما له وكالطابع عليه، وإن كان مجلس سوء فإنه يكون كفارة، يكون كفارة له. فالدعاء في ختام المجالس مطلوب، والاستغفار والدعاء للحاضرين وللمسلمين والتأمين عليه هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشرع رفع اليدين في مثل هذا الموطن؟ نعم لا بس، رفع الأيدي مع الدعاء هذا من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، فلا ترفع الأيدي فيما لم يرد رفع اليدين فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر والريح الشديد، ونحن لم نكن خارجين للمسجد بل كنا في استراحة للعشاء وهي ليست بعيدة جدا عن المسجد، ولكن صلينا وجمعنا بسبب المطر، هل يصح الجمع في مثل هذه الاستراحات؟ وهل يجب علينا إعادة صلاة العشاء الآن إذا لم يكن يصح الجمع؟ أفيدونا أحسن الله إليه. الجمع إنما يشرع للذين يخرجون إلى المساجد رفقاً بهم، يتعرضون للمطر وبل الثياب أو يخوضون في الدحض والطين، هذا اللي يباح لهم الجمع. أما الإنسان اللي في بيته أو في محل جالس فيه ولا يخرج فلا حاجة إلى الجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، فأنتم مخطئون في هذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل إنني حديث عهد باستقامة وأنا في خضم هذه الفرقة التي تقع بين الشباب، فكل يقول الحق معي وفلان ليس معه حق، فبماذا تنصحونني أحسن الله إليكم؟ الحق ليس هو مع الشباب، الحق في اتباع السنة واتباع المنهج السليم، هذا هو الحق، سواء كان عليه الشباب أو خالفه، فأنت تتبع منهج أهل السنة والجماعة ومع الحق، فإن لم يرضوا بذلك اتركوا ولا تتبعوا. الحمد لله نحن عندنا ميزان سليم وميزان صحيح وهو الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ونحن في هذه البلاد والحمد لله على منهج واحد وعلى مذهب واحد، حكامنا وعامتنا ما عندنا مناهج أخرى ولا مذاهب أخرى مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، فنحن نسير على هذا المنهج، فمن جاء معنا فالحمد لله، ومن رغب عنه فنحن نتركه ولا نلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل توزيع الماء في المقبرة على من يقوم بالدفن فيه محذور شرعي؟ نعم، هذا مبدأ سيء وقد يؤول إلى بدع، قد يؤول إلى أن يؤتى بطعام وغدا أو عشاء أو يؤتى بصدقات عند المقابر ويقال إن هذا محل قبول ومحل، فلا يفتح هذا الباب. والحمد لله المياه متوفرة في الشوارع وفي المساجد، واللي يصيبه عطش ينصرف ويروح البيت ويشرب، أو لازم أنه يشرب عند القبر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ.
يقول السائل أنه يعاني من وجود إصبع سادس في يده اليسرى وهو يحرجه كثيراً أمام الناس، يقول هل يجوز لي إزالته طلباً لتجميل يدي؟ أفيدوني أحسن الله إليه. نعم، إذا كان يتألم منه أو هو يشوه المنظر وهناك علاج له، قرر الأطباء أن إزالته لا تضر وأنه بالإمكان أن يزال، فلا مانع تزيله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لي أن أنفرد بامرأة أخي في الاحتياجات الضرورية كالذهاب بها إلى المستشفى ومثل ذلك؟ أفيدوني أحسن الله إليكم. لا يجوز هذا، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا في السيارة ولا في أي مكان إلا أن يكون معهما ما تزول به الخلوة، فيكون معكما ثالث امرأة أو رجل تزول به الخلوة فلا بأس. نعم. أشكر الأخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عواد وننتقل لأسئلة الحضور. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول هل يجوز تقبيل يد ورجل الوالدين خاصة إذا قام بإغضابهما؟ تقبيل اليد نعم لا بأس، أما تقبيل الرجل ما أدري. نعم. عفى الله عنك، هذا يقول هل تسمية الأولاد على الوالدين من البر بهما؟ يعني يدل على المحبة والارتباط، ما هو من البر لكنه يدل على المحبة والارتباط بالوالدين. نعم. وهذا أيضا يقول هل من بر الوالدين زيارة قبرهما والدعاء لهما عند القبر؟ بلا شك أن زيارة القبور للرجال مستحبة، للدعاء للأموات والاعتبار والاتعاظ للرجال، وزيارة الوالد أو القريب آكد من زيارة غير الوالد أو القريب، آكد للسلام عليه والدعاء له، وهذا من بره كما جاء في الحديث تصلي عليهما يعني تدعو لهما. نعم. وهذا يقول هل يجوز مناداة الوالدين بكنيتهما من باب المزاح وإدخال السرور عليهما؟ كل ما هو من باب إدخال السرور عليهما وليس فيه إثم فإنه مطلوب، وتكنية أبو فلان أو أم فلان هذا من باب الإكرام، هذا من باب الإكرام. نعم. هذا يقول من لم يحج حجة الإسلام وأمه مريضة ولا تسمح له بالسفر وهي تعاني أيضا من خوف شديد على والدها الذي لم يحج وتخشى عليه من الابتعاد عنها أو السفر وهي كبيرة في السن، هل يجوز له أن يؤخر الحج؟ إيه نعم، يؤخر الحج لأن حاجة الأم إلى بقائه آكد، لأن الحج يجوز تأخيره لعذر، يجوز تأخيره لعذر من الأعذار، وهذا من أعظم الأعذار. نعم. عفى الله عنك، هذا يقول هل بر الوالدين ينطبق على الأم من الرضاعة؟ لا، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة لا ينطبق عليهما لأنهما ليس من ذوي الأرحام، إنما تثبت المحرمية بالرضاعة، يكون محرما لهما. نعم. والنظر يباح النظر إلى الأخت من الرضاع أو الأم من الرضاع، يباح النظر والمحرمية، أما الصلة فلا. نعم. فالله عنك، هذا يقول والدتي اختارت لي زوجة لا أريدها وتم الزواج وكثرت المشاكل وأحدث نفسي دائما بأنها هي السبب، فقط حديث نفس، فهل هذا من العقوق؟ لا، اعتبر هذا من قضاء الله وقدره، وإذا كانت المرأة لا تصلح لك فبإمكانك أن تفارقها وأن تستبدلها بزوجة أخرى، ووالدتك اجتهدت في هذا، اجتهدت لك، لكن لم يكن الاجتهاد صحيحا فهي مأجورة إن شاء الله. وأما أنك تنظر في وضع المرأة هل تصلح وتستمر أو لا، هذا إليك. نعم. أحسن الله إليكم. أستاذنا معالي الشيخ، في عرض أسئلة الأخوة الذي يتابعون عن طريق الموقع ثم بعد ذلك أعود للأخوة في مدينة عرعر، هذا سائل من ليبيا يقول معالي الشيخ حسن الله إليكم، والدي ينكر علي تطبيق بعض السنن والمستحبات كالصيام النوافل بحجة أني هزيل الجسم والتبكير للمسجد في رمضان من دون حاجة، فهل لي أن أصوم من غير علمه وأكتم صيامي مع العلم أني شاب محتاج جدا للصيام، وهل لي أن أشاوره في كل مستحب وسنة أفعلها؟ إذا كان
الوالد يحتاج إليك لخدمته، وإذا صمت تضعف عن خدمته، فلا تصوم، لا تصوم، لأن هذا يضعفك عن خدمته أو يؤخرك عن خدمته والبر به. أما إذا كان هذا لا يتعارض مع خدمته ولا مع البر به، فليس له حق المنع من أن تصوم تطوعاً، بل هذا من منفعتك ومنفعته هو أيضاً. فلا يجوز للوالدين أن يتعسفا ويمنعان الولد من مصالحه الدينية والدنيوية إلا إذا كانت تتعارض مع حقهم. والذي يصوم أو يذهب إلى المسجد مبكراً هذا لا يتعارض مع مصالح الوالدين، بل هذا من صالح الوالدين، يحصلان على الدعاء وصلاح الولد. نعم. هذا أيضاً سائل من نفس الدولة يقول، وسائلة تقول: هل يجوز لي تحضير ملابس أبي من كيها وغيرها وهو مسبل، وأعلم أني أحضرها له ليذهب بها إلى مكان فيه محرمات وشركيات، أفيدوني بارك الله فيكم؟ ناصحيه أولاً بأن الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يستفيد منه إلا الإثم. ناصحيه أولاً وبيني له، لأنه ربما يكون يجهل هذا الأمر. وبعض الناس أو كثير من الناس الآن يقولون: أنتم متشددون، وهذا من التشدد، لأنهم يجهلون الأحكام الشرعية. فأنت بين له، أو أنت بيني له، أن هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ويعود عليه بالإثم. فإن أبى بعد البيان فإنك لا تساعدينه ولا تغسلي هذه الثياب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. نعود للأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: والدي يجلس في البيت في مكان فيه الدش، ويطلبنا للجلوس معه، ونحن نحرج كثيرا لاستمرار هذا العمل يوميا، وإذا لم نجلس معه يغضب، فماذا نصنع؟ أحسن الله إليه. هذا لا يجوز لكما الجلوس معه إذا كان يعرض في هذا المجلس مفاسد ومعاصي ومناظر خبيثة، فلا يجوز لكما الجلوس معه، لأن هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن عليكم مناصحته عن مثل هذا، وقولوا: إذا كنت تريد منا البر والجلوس معك والانبساط معك، فأبعد عنا هذا الشيء، وإلا فنحن لا نرضى لديننا بأن نشاهد مثل هذه الأمور. فإذا لم يقتنع ولم يمتثل فلا تجلس معه. نعم. يقول السائل: أبي يستهزئ بي عندما قصرت ثيابي، وأنا أقول له أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرد ولا يجيب ويطيل ثوبه، فكيف أتعامل معه؟ الثياب السنة أن تكون إلى الكعبين ولا تنزل عن الكعبين، فإذا كان أهل البلد يلتزمون بهذا ولا تنزل ثيابهم عن الكعبين، فلا ترفع عنك فوق الكعبين، لأن هذا يصير فيه مخالفة لهم ويسيئون الظن بك، وهم على سنة، ما داموا إلى الكعبين فهم على سنة والحمد لله، فلا تخالفهم. لأن يعني في بعض الشباب يخالف المجتمع ويرفع ثيابه إلى ساقيه، ويخالف ملابس المجتمع التي هي لا تخالف السنة، هي إلى الكعبين، فكن معهم ولا تنفرد بشيء يستغربانه عليك، تكون محل تهم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أمي تغضب إذا لم أعطها مبلغا زيادة على المبلغ الذي تأخذه مني شهريا ومن إخوتي، وهو زائد عن حاجتها، وأنا محتاج إلى هذا المبلغ في قضاء ديوني وتصريف أموري، هل يجب علي أن أعطيها كل ما تطلب مني؟ أفيدوني أحسن الله إليه. الأمور مبنية على المفاهمة، فأنت بيّن لها حاجتك وأن عليك ديون وأنك لا تستطيع أكثر من هذا المبلغ،
واطلب منها المسامحة، وما أظنها إن شاء الله تصر على إلزامك بعد الإقناع وبعد شرح حالتك لها، هي لا ترضى لك الضرر. نعم. أشكر الأخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عواد، وننتقل لأسئلة الحضور. أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص يعمل في هذه البلاد وهو متزوج، لكن أهله في بلدة وهو يريد أن يرجع إليهم، حيث أن له مدة هنا ويخشى على نفسه من الفتن، لكن المشكلة أن والده لا يريد أن يعود، بل يريده أن يستمر في تحصيل المال في الغربة، فهل يطيع والده ويصبر أم يعود إلى أهله؟ يعود إلى أهله، يعود إلى أهله، لأن زوجته لها حق عليه فلا يطل الغربة عنه، وبإمكانه أنه يرجع إلى أهله مدة وجيزة ثم يرجع لطلب الرزق، يرجع لطلب الرزق. أما أن يطيع والده في أنه يتغيب عن زوجته مدة طويلة وهي لم ترضى بذلك، هذا لا يجوز. نعم. الله عنكم. هذا يقول: لي والدين منفصلين، وإنني بار بكليهما، ويرى كل منهما عندما أبر بأحدهما هو عقوق له، فكيف إرضاؤهما؟ لا أبدا، ما هو عقوق له، ولا تطعه في قطيعة والدك أو والدك، لا تطع في معصية الله. نعم. هذا يقول: لدي أبي يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات، إلا أن لديه في بيتي دش، وقد نصحته وقال لي أنا أتابع الأخبار وسوق الأسهم، وهو يمنع بعض أفراد أسرته من المشاهدة خشية مما في بعضه، فهل لي البقاء في هذا البيت خوفا من الذنب علي وعلى زوجتي؟ لك البقاء في البيت، لكن لا تحضر هذا المشهد، لا أنت ولا زوجك ولا أخوانك لا تحضر، وعليكم بمناصحته والتكرار عليه بالمناصحة لعلكم تنقذونه من هذه الحالة السيئة، وهي مشاهدة ما لا تجوز مشاهدته، لأن هذه فتنة عظيمة، مصيبة كبيرة، دخلت البيوت ومن دخل فيها صعب اجتثاث منها، فعليكم بعلاجه والإلحاح عليه، وإلا على الأقل إذا لم يمتثل اعتزلوا هذا المجلس وكونوا في البيت في غرف أخرى أو مجالس أخرى حتى يهديه الله ويتوب الله عليه. نعم. وهذا يقول: عندما أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوتي تحصل مشاكل في المنزل، وتغضب والدتي وتنزعج وتقول لي: أنا أعرف أنك على حق، لكنك أتيت بالمشاكل، وأمي تمرض بسبب هذه الأمور، فما تنصحونني به؟ أنصحك أنك تستعمل الحكمة والرفق، تستعمل الحكمة والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في البيت، ولا تستعمل الشدة والقسوة، وما أظن أنك لو استعملت اللين والحكمة والموعظة الحسنة أن هذا سيغضب والدك ولا يحدث مشاكل أبدا، إنما يحدث المشاكل القسوة والغلظة والشدة. نعم. هذه أسئلة وردت في الموقع. هذا السائل يقول: هل تعتبر الأخت الكبرى بمثابة الأم بعد موت الوالدة؟ لا، الأخت الكبرى أخت والأم أم، هذه لها حق الأخت وهذه لها حق الأم، لكن جاء في الحديث أن الخالة، جاء في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم، هذا الذي جاء به الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل إذا بررت بوالدي بعد موتهما يعلمان بأنني قمت بهذا العمل أم لا؟ أنت ما عليك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى أن تعمل هذا العمل، لأنك مأمور به، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وسيوصل هذا إلى الوالدين إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل زوجة أبي تعتبر بمثابة أمي بعد موت أمي، أي بمعنى هل لها حق الأمومة؟ لها حق الإكرام، أما أنها لها حق الأم لا، ليست أمك وإنما هي زوجة أبيك، وأنت محرم لها، فتحسن إليها، والإحسان إليها أيضا إحسان إلى والدك، إحسان إلى زوجها وهو والدك. نعم. أحسن الله إليكم. وأختم بأسئلة الحضور. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان أحدنا قد سبب لوالديه في صغره المتاعب وكان يعصيهما أحيانا وأحيانا يطيعهما، ثم تزوج وصار يتسامح من والديه من أجل أن يدعو له ويسامحاه،
هل سوف يغفر له بذلك وألا يبتلى بأولاده؟ فما هو المخرج؟ إذا سامحاه وعفو عنه فإن الله يتوب عليه ويعفو عنه، لكن يستمر في البقية على البر بهما، وما سامحاه فيه فإن الله يعفو عنه.